الجداي الصغار مستعدون لمواصلة مغامراتهم عبر المجرة. قد تدربنا على هذا، نحن فريق، ولكنهم هذه المرة بحاجة لمساعدتكم. أي يمكنكم؟ هل لديكم الشجاعة لبدء التدريب حتى تصبحوا جداي حقيقيين؟ أتريدون التدريب مع المعلم؟ ولهذا سيتعين عليكم خوض 3 تحديات مسلية ستثبت لكم أن قوة معكم. هل مستعدان؟ هل نبدأ بتجربة التحدي الأول؟ حسناً، لنبدأ. أريني القدرات. الجداي الحقيقي يعرف أصدقائه جيداً. هل تعرفون ما هو لون السيف المضيء الذي تحمله كاي؟ فكروا، هل هو بنفسجي؟ لا أعتقد ذلك. السيف البنفسجي هو سيف لس مثل لون شعرها. لنجرب مجدداً. هل هو أزرق؟ لا، ليس أزرق أيضاً. من هو الجداي الذي يحمل هذا اللون؟ بالضبط، السيف الأزرق هو سيف نابس. لا يزال لديكم محاولة أخرى. ما هو لون السيف الضوئي الخاص بكاي؟ هذا صحيح، إنه أخضر اللون. أحسنتم أيها المتدربون الصغار، أنتم الآن على الطريق الصحيح لتصبحوا جداي. لنبدأ التحدي الثاني. هيا بنا. انظروا جيداً، في هذه المغامرة التقى الجداي الصغار بصديق جديد ويبدو لطيفاً حقاً. هل لاحظتم أنه يرتدي قبعة؟ ما هو نوع قبعة؟ هل يمكن أن تكون قبعة الساحر؟ مستحيل، قبعة الساحر أطول كثيراً. لنجرب مجدداً. هل من الممكن أن تكون قبعة قراصنة؟ ولا هذا، قبعات القراصنة مقوسة وعادة ما تحتوي على جمجمة وعظمتين متقاطعتين. إذن أي نوع من القبعات يمكن أن تكون؟ صحيح، إنها قبعة رعاة البقر. أصبتم يا رعاة البقر؟ لنبدأ التحدي الثالث. لكي تصبحوا جداي حقيقيين، لقد تدربتم، وقت التنفيذ. عليكم أن تحترموا الحيوانات وتعتنوا بها. ولس مميزة في هذا الأمر. الآن هي تحاول إنقاذ صديق صغير. هل يمكنكم مساعدتها؟ هيا نرى. ألا تعتقدون أن هذا الصغير يفتقد شيئاً ما؟ ما هو الجزء من الجسم الذي نسيناه؟ هل هي العيون؟ لا أعتقد ذلك. العينان في مكانهما الصحيح. ما هو الشيء المفقود إذن؟ هل الأذنان؟ انظروا. لا، هذه أذن هنا والأذن الأخرى هناك. ليست الأذنين إذن. ماذا يمكن أن يكون؟ نعم، الذيل. لقد نسينا أن نضعه. أحسنتم، بفضل مساعدتكم أصبح لدى لس الآن صديق جديد. لقد أكملتم التحديات الثلاثة لتصبحوا جداي. كنت أعرف أنك قادرة. هل نتذكرهم معا؟ لقد عرفنا أن لون السيف كاي الضوئي هو أخضر، كما تعلمنا كيفية تمييز قبعة رعاة البقر، وأخيراً عثرنا على ذيل صديقنا الصغير. لقد قضينا وقتاً رائعاً، ولقد تعلمتم الدرس الأهم. الجداي الحقيقي يساعد الآخرين دائماً. الجداي يساعد. الآن يمكنكم الحصول على سيف ضوئي. تهانينا، نراكم في المهمة التالية من حرب النجوم، مغامرات الجداي الصغير على ديزني جونيور. لتكن القوة معكم.